أسعد الله صباحكم مشاهدينا وحياكم الله معنا في برنامج ترندز مع آخر الأخبار والهاشتاغات المتداولة في صفحات وسائل التواصل الاجتماعي. مع اقتراب موسم الحج وزارة الأوقاف تشكل لجنة لضبط أسعار الحج مقابل الخدمات اللي تقدمها الحملات للحجاج، بحيث ما يزيد سعر الخدمات المقدمة عن 30% من التكلفة الأساسية. أشوف معكم التغريدة مشاهدينا من حساب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في منصة تويتر. بروح واحدة وشعب واحد وخليج واحد، دامت الأخوة لأربع عقود. وبمثل يوم أمس من تاريخ 25 مايو تمر ذكرى تأسيس مجلس التعاون الخليجي 41 بخصوصية متفردة وأيضا بتقدم محرز ونموذج يحتذى به. أشوف معاكم مشاهدينا هذا الفيديو لمراحل المجلس من حساب الأخبار والبرامج السياسية لوزارة الإعلام في تويتر. أخواني قادة مجلس التعاون، أحييكم في داركم تحية تحمل إليكم الترحيب من شعب الكويت وحكومته، والشكر على اللقاء فوق أرضه، والدعاء بالتوفيق فيما تحملون من مسؤوليات الحاضر والمستقبل. بمشيئة الله قامت، وعزيمة القادة المؤسسين استقامت. مسيرة منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى 41 عاما مكللة بحلة من الإنجازات بمختلف المجالات في خدمة المواطن الخليجي وتحقيق تطلعاته، حتى أضحى تكتلا إقليميا ذا خصوصية متفردة ونموذجا يحتذى. جاء قيام هذا التكتل الخليجي الذي يضم 6 دول شقيقة تعبيرا حقيقيا لما يجمع بينها من رباط الدين واللغة والعادات والتقاليد ووحدة الأهداف والمصير المشترك، ليصبح نموذجا فريدا يحتذى به في العلاقات الدولية والتكتلات الإقليمية. في 25 من شهر مايو من عام 1981 اتفقت إرادة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون 6 في اجتماعهم الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي على صيغة توافقية للتعاون بينهم، وكان من أهم أهدافها تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين شعوب دول المجلس في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها. وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الأساسي التي شددت على ما يربط بين الدول 6 من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية والإيمان بالمصير المشترك. دائما ننصح الجميع بعدم أخذ الأخبار إلا من مصادرها الرسمية بسبب نشر بعض ضعاف النفوس من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعض الإشاعات، وهذا فعلا اللي حصل بالفترة الأخيرة وترويج أخبار حول قلة المخزون الغذائي في البلاد. وزارة التجارة من جانبها نفت الشائعات المتداولة عبر حسابها الرسمي وأكدت أن المخزون الغذائي في أعلى المستويات. نشوف تفاصيل مشاهدينا التغريدة معاكم على الشاشة. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا شيخنا لمحزنون.
ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى فقيد الكويت والأمة الإسلامية المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ الداعية أحمد القطان. وعن هذا الخبر الأليم ننقل هذا التقرير لمواقع التواصل لضجة بالنعي والكلمات المؤثرة لترجل فارس منابر الأقصى. في ذمة الله نصير منبر الأقصى فقيد الكويت والأمة المربي الفاضل أبرز دعاة الوطن والعالم العربي والإسلامي المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ الداعية أحمد عبد العزيز القطان. رحل رحمه الله ملبيا، رحل داعيا إلى الله، رحل ماشيا إلى طاعة ومتلبسا بطاعة، وبهذا الخبر الحزين لكن بقلوب راضية مؤمنة بقضاء الله نعى العديد من المواطنين ومغردين الوطن العربي والإسلامي الداعي الراحل بعد صراعه مع المرض، سائلين المولى عز وجل له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان. وتحت هاشتاج يحمل اسمه تنوعت التغريدات ما بين النعي والدعاء له والتحدث عن ذكراه الطيبة. فقدك مؤلم، رحيلك محزن، والعزاء أنه في ضيافة رب رحيم، نسأل الله أن يجعله جارا لنبيه في الآخرة كما جاوره في الدنيا. أن يجعلكم وعياكم وأحباكم تشرقون آمين إشراقة عظيمة بهذا الدين آمين. وإني والله يحبكم في الله، أحبك الله، وأسأل الله بمحبته أن يجمعنا آمين وإياكم في الفردوس الأعلى آمين. غفر الله لكم ولآبائكم الموحدين إلى آدم آمين، وغفر الله لكم ولأولادكم الموحدين ليوم القيامة آمين آمين. أسأل الله أن يعطيكم حتى يرضى آمين، ثم يعطيكم حتى ترضون آمين، ثم يحيط ذلك بالبركة آمين، وأن ينظر وجوهكم بلذة النظر إلى وجه آمين والحاضرين أجمعين اللهم آمين. صلى الله على محمد آمين. قربت الامتحانات ومعها ممكن يتوتر بعض الطلبة والمتعلمين. الاستشاري النفسي والتربوي الدكتورة زينب محمد الصفار قدمت للطلبة بعض النصائح اللي تخفف عليهم هذه الضغوط وأيضا تقودهم للنجاح بإذن الله. نشوف معكم اللي ممكن تمر على حياة المتعلمين. فالمتعلم ممكن يتعرض خلال هذه الفترة للكثير من الضغوط النفسية اللي تتطور في بعض الحالات لاضطرابات نفسية في حال ما قدرنا احنا نسيطر عليها بالطريقة المناسبة والصحيحة. لذلك حبينا اليوم نسلط الضوء على بعض النصائح والإرشادات المهمة لتهيئة المتعلمين نفسيا للاختبارات المدرسية. اولا النوم الصحي، طبعا النوم يؤثر بالقدرة على النجاح والتفوق خاصة خلال فترة الاختبارات، لذلك السهر وقلة النوم طبعا راح يترك عواقب سلبية على نفسية الطالب نفسه. كذلك من الأمور المهمة أن الطالب يجب عليه أخذ فترات الراحة خلال الدراسة. فحسب الدراسات الدراسة المتواصلة والمستمرة طوال اليوم بشكل مستمر دون أخذ فترات راحة ممكن قد تؤثر بشكل سلبي على راحة الطالب النفسية، فحاول قدر الإمكان في خلال هذه الفترة أعطيهم بعض فترات الراحة يمارسون فيها رياضة معينة، هواية يطلعون فيها بعض الطلعات وغيرها من الأمور. كذلك من الأمور المهمة أن نزود الطالب مشاعر تفاؤل، على سبيل المثال نعطيه بعض نماذج لقصص الناجحين اللي حاولوا يتحدون جميع ظروفهم ليصلون إلى أحلامهم. نقدم لهم كذلك بعض المكافآت المعنوية اللي ممكن أن تمنحهم السعادة النفسية. نحاول نبعدهم قدر الإمكان عن مصادر القلق والتوتر إن وجدت في المنزل، على سبيل المثال بعض الخلافات والمشاكل الأسرية داخل المنزل، ونهيئ لهم الجو المناسب بحيث أنهم يقدرون يدرسون بطريقة ممتازة ويحصلون على الدرجات العالية. طبعا لا ننسى أن التقرب من الله من الأمور جدا مهمة، ولا شيء من الممكن أن يمنح الطالب الراحة والطمأنينة خلال هذه الفترة أكثر من التقرب من الله سبحانه وتعالى والتوجه إليه طبعا بالدعاء. وأخيرا نتمنى جميعا أن نتقيد بتلك النصائح وغيرها من النصائح لنساعد أبنائنا الطلبة على تخطي فترة الاختبارات النهائية بنجاح ودون التعرض لمشاكل نفسية. وشكرا.
الدلافين تعود مجددا لبحر الكويت. هذا كان عنوان مقطع الفيديو المتداول في صفحات التواصل الاجتماعي بعد ما رصد المصور عبد الله الحمادي بكاميرته مجموعة من الدلافين تسبح في بحر الكويت. شوف معاكم هذا الفيديو المتداول من حساب فيزيت كويت. آخر محطة راح تكون من بريطانيا واختبار المسعفون لبدلة نفاثة مطبوعة ثلاثية الأبعاد تساعدهم هذه البدلة في إنقاذ الأرواح وتحديد موقع المصابين والوصول لهم بسرعة وخصوصا في المناطق ذات التضاريس الصعبة. ومن حساب الجزيرة نشوف الرحلة التجريبية الأولى لهذه البدلة. وصلنا معكم للختام، نترككم بحفظ الله ورعايته وفي أمان الله.